فاستخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. الأفراد مثل الاجتماعات، الإنسان أحيانا يتطلب شيئا وأحيانا لا يتطلب. الإنسان المتطلب يذهب ويحصل على ما يطلبه. صاير انتو متحتاجون الى خبز تروحون تشترون خبز الا اذا كان الانسان سفيه. سفيه يصير انسان ما يحتاج الى لحم، يذهب ويشتري اللحم. هذا صاير ما يحتاج. انا عندي دار وقاعد في داري وكل شيء، مع ذلك اروح اشتري دار بلا قصد استرباح ولا قصد سكنة ولا اي قصد. صاير هذا الشيء. كفر الشعر فارسي جميل يقول: گر نداری درد درمان هم نخوا، درد پیدا کن که درمانت کنن. فرد واحد مو مریض شایفی روح للطبیب. الفرد لا يذهب ولا يتطلب شيئا الا وهو محتاج اليه. نفس الشيء اكو في الاجتماع. الاجتماع لا يوفر لنفسه شيئا الا اذا كان محتاجا اليه. يعني ان الاجتماع الان الكويت ما تحتاج الى القطارات. هل تذهب تشتري قطارات؟ لا. اما لندن اما العراق اما ايران بحاجه الى القطارات، فتذهب وتشتري قطارات في الاحتياج. الاجتماع كالفرد، كما أن الفرد لا يذهب لحاجة لا يحتاج إليها، كذلك الاجتماع لا يذهب لحاجة لا يحتاج إليها. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. هذه الآية تفسيرها بالإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه. إيش وقت الإمام الحجة يأتي؟ أي وقت اللي الاجتماع يحتاج إليه. هذا أول وهذا أكبر. كذلك الاجتماع لا يذهب إلى استيراد قطار أو طائرة أو سيارة إلا هو محتاج. هذا في الأمور المادية. الأمور المعنوية نفس الشيء. أنت إذا لم تشعر بحاجتك إلى العلم، هل تذهب لتحصيل العلم في الأمور المعنوية؟ لا. أنت إذا لم تكن محتاجا الى العبادة، يعني لم تشعر باحتياجك الى العبادة، هل تذهب لتحصيل العبادة؟ لا. الاجتماع نفس الشيء. الاجتماع اي وقت الدنيا تهيأت لاستقبال الامام الحجة، الامام الحجة يأتي. حتى الاطباء يقولون فالتشي كان في الطب القديم ثابت، وبعد ذلك الطب الحديث رفضه، ثم الطب الحديث ايضا ايده في أحدث نظريات الطب الحديث. الأطباء القدامى كانوا يقولون البدن معصوم. البدن، هذا البدن معصوم. يعني شنو معصوم؟ يعني أنت إذا فرد وقت شفت كلش عطشان، هذا يدل على أنه حقيقة أنت عطشان. بدنك يحتاج إلى الماء. البدن ما يكذب. إذا فرد وقت شفت تحتاج إلى تأكل رطب هواية، تشتهي رطب حلوى، بتبين أنه أكو فرد نقص في بدنك. هذا النقص يسبب حفزك إلى أن تأكل رطب أو تأكل طرشي أو تأكل ليمو طرش وما أشبه. كان الأطباء يقولون البدن معصوم، أو يقولون الطبيعة مقدسة. يعني أنك إذا شفت متشتهي ماء بتشرب ماء بالقوة، يدل على أنه الماء متوفر في جسدك. فإذا شربت الماء وأنت لا تشتهي أضر بصحتك.
إذا رأيت نفسك لا تشتهي إلى الطرش وأكلت الطرش يضر صحتك. يعني يتبين أن النفس وأن البدن هاي ما تحتاجه. فإذا أكلت الطرش هذا يضر صحتك. الطبيعة مقدسة والبدن معصوم. هاي صراع أطباء قدماء. في العلم الحديث ثبت هذا الشيء أيضا من حسن الحظ. ولو أن قسم من الأطباء الجدد السابقين قبل 50 و 40 و 30 سنة كانوا يقولون هذا كذب. هذا مو قاعدة. بعدين تبين أنها قاعدة. شلون تبين أنها قاعدة؟ ومبعثها من أين؟ مبعثها أن جماعة من الأطباء في فرنسا هذول اجتمعوا واعتمروا يباحثون في هذه الخصوصية. هل هذا صحيح أن القاعدة المشهورة عند الناس وعند الأطباء القدامى؟ هل هذه القاعدة صحيحة؟ وهذه القاعدة مو صحيحة. هل أن البدن معصوم وهل أن الطبيعة مقدسة؟ هل هذا صحيح؟ اجتمعوا قسم منهم قالوا نعم البدن معصوم والطبيعة مقدسة. قسم منهم قالوا لا لا مو دليل. من الممكن أنت تشتري ماء وبحتو بحاجة إلى الماء، ومن الممكن أنت تشتري ماء ولا تحتاج إلى الماء، من الممكن أنك تشتهي الحلوى ومو بحاجة جسمك إلى الحلوى، ومن الممكن أنك لا تشتهي الحلوى وجسمك بحاجة إلى الحلوى. فاختلفوا قسم من الأطباء المؤتمرون اجتمعوا في فرنسا واختلفوا في هذه الحقيقة. قالوا تجربة أحسن تجربة قالوا نجربها. القسم اللي كانوا يقولون أنه بحاجة، يعني النفس معصوم البدن معصوم والطبيعة مقدسة. خادم مالكم خادم الموجود هناك قال له روح انزل من الدرج، اي واحد اللي شفت شامي عام يصيح نجيبه فوق. واحد فرد انسان على الشكل، اي واحد اللي يمر بالشارع. هذا الخادم نزل شاف بالشارع فرد واحد يمشي قال له فضل علم كم جماعة يريدوك؟ الي؟ قال ايه لك؟ قال ما يعرفوني من الجماعة؟ قال جماعة من الاطباء مجتمعين يريدوك لك. الي يريدوني؟ شنو اسمه؟ انا قال ما ادري بس قال له جيبه هاي. شي هذا مش شو يسوي؟ اجى صعد الدرج شاف كلهم يعرف. قال لهم على انه شنو انتوا الي تردون؟ قالوا له قال له اي مناسبه الي تردون بينما ما تعرفوني؟ قالوا في الحقيقه احنا عندنا اختلاف طبي. هؤلاء الاطباء الجالسين هالصوب هذول يقولون الطبيعه مقدسه، وهؤلاء الجالسين الصوب يقولون الطبيعة مو مقدسة، ونحن نريد أن نجرب تجربة على فرد إنسان وإنسانين وثلاث وأربع حتى نشوف هل هذه القصة الحق مع هؤلاء ومع هؤلاء. سألوا عنه قال له أنت شنو مهنتك؟ قال أنا معلم. قال له كلش عال أنت مثقف نتمكن نتفاهم وياك. قال زين. قال له هسه فكر انت شنو تشتري؟ قال له لا شنو تشتري حتى نجيب لك؟ هذا فكر قال اشتري تفاح. قال كلش عال. كان عندهم جهاز الاجهزه ذات الاشعه التي ترى داخل الانسان. هذا الجهاز جرده من ملابسه هذا المعلم. هذا الجهاز سلطوا على جسمه من راسه إلى رجله، شافوا المادة الموجودة في التفاح ناقص المادة الحديدية، فيتامينات الموجودة في التفاح هذا ناقص في جسمه. فتبين أن الحق مع الذين كانوا يقولون أن الطبيعة مقدسة. طبيعة الحياة قصة غالبيها، يعني أنه بالـ90 هكذا كل القصص يقولون هذه قصص غالبيات مو قصص دائميات. قصة غالبية، يعني على الأغلب أن الإنسان في مادياته ومعنوياته إنسانا فردا أو إنسانا اجتماعا لا يذهب ولا يتطلب شيئا إلا هو بحاجة إليه، سواء في الفرد أو سواء في الاجتماع. الاجتماع لا يتطلب أجهزة إلا هو بحاجة إليها. الاجتماع لا يصنع الفندق والمستشفى إلا هو بحاجة إليهما. الفرد لا يبني دارا إلا هو بحاجة إليها.
نفس الشيء في الطبيعة موجود، يعني أن الطبيعة لا تتطلب طعاما ولا شرابا. صاير في الوقت أنتوا تتطلبون الدفء وطبيعتكم ما يتطلب الدفء، الطبيعة تتطلب الدفء فتوحي إلى الأجهزة بأنه أطلب. الطبيعة تتطلب ماء البارد فتوحي إلى الأجهزة أنه أطلب الماء البارد. الطبيعة فقط، الطبيعة مقدسة على الاصطلاح الطبي، أو الطبيعة أو النفس معصوم أو الجسم معصوم، يعني أن مطالبه ومطالبها هاي مطالب حقيقية واقعية. نفس الشيء أكو في الاجتماع، الاجتماع لا يأتي إليه نبي ولا إمام إلا أن الاجتماع العام يطلبه. يعني أن الرسول، لماذا الرسول مثلا بين موسى وعيسى 500 سنة، أما بين عيسى وبين رسول الإسلام 1500 سنة؟ لماذا هذا الشيء؟ لأن بين موسى وعيسى الفساد وصل بعد 500 سنة، حتى صار الاجتماع بطبيعته يتطلب نبيا، فجاء نبي في فترة 500 سنة، بعد 500 سنة. بينما أن الفترة بين عيسى وبين رسول الإسلام ما كان يتطلب هذا الشيء إلا بعد 1500 سنة. يعني تهيئة الظروف وتهيئة الجو وتهيأ التطلب الاجتماعي فجاء رسول الإسلام. نفس الموضوع أكو بالنسبة للإمام الحجة. الإمام الحجة في أي وقت الطبيعة يقولون، ولهذا يقولون في أحوال الإمام الحجة صلى الله عليه، يقولون يأتي الإمام الحجة في وقت كل الدول وكل الشعوب تعرف عجزها. يعني الآن دولة أمريكا تظن أنها تتمكن من حل مشاكل العالم، روسيا تظن أنها تتمكن من حل مشاكل العالم، الصين تظن كذلك، بريطانيا تظن كذلك، ما أدري كذا تظن كذلك. مثل أنه عندنا مريض فرضا، فلان طبيب قال أنا أشفي، فلان طبيب قال أنا أشفي، فلان طبيب أنا أشفي، جبنا هذا 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 كلهم مكروه خلص، فاعترفوا بعجزه وأنه نحن من نتمكن. نفس الشيء أكو بالنسبة إلى الدول والشعوب. في وقت يأتي الإمام الحجة كل الشعوب وكل الدول تعترف بعجزها عن حل مشاكل العالم، ما نتفكر خلاص. فإذا اعترفت الشعوب والأمم بأنها عاجزة وأننا نطلب مصلحا خارجا عنا، داخل وقت يأتي الإمام المهدي. هذا حديث أبو علي أنه لا يأتي الإمام المهدي إلا والحكومات والشعوب كلهم يعترفون بعجزه. الآن ما يعترفوا، مو معترفين بعجزه. لعل هذا الشيء بعد 50 سنة يصير، لعله بعد 100 سنة يصير، لعله بعد 5 سنوات يصير. في أي وقت العالم كله حكومات وشعوبا اعترفوا بأنهم لا يتمكنون من الحل، مشاكل العالم تصير بحيث أنهم كلهم من مشاكل العالم المرض، مشاكل العالم ولا حروب، مشاكل العالم مرض. يعترفون بأنهم أطباء كلهم يقولون أنا بعد من نتمكن. لأن الإمام المهدي لما يأتي مو بس يصلح الدنيا، وإنما يصلح الأجسام، وإنما يصلح العقول، وإنما يصلح الأفكار، وإنما يصلح البلاد، وإنما يصلح الاقتصاد، يصلح كل شيء. ولذا هو المصلح الوحيد والمصلح الحقيقي. أطباء يعترفون نحن من نتمكن، أجهزة وصيادلة ودكاترة ومستشفيات مستوصفات ومجمعات ومتكتب تعترف بالعجز. الاقتصاديون يعترفون بالعجز. الآن شوف الاقتصاد العالمي شلون منهار، مع هالكثر اقتصاديون في العالم موجودون بالملايين أكو، لكن الاقتصاد العالمي دائما إما منهار هناك إما هناك إما هناك إما هناك. منظمة يونسكو مثلا هي تقول أنا أحل مشاكل العالم، مش تفهمكتب 500 مليون جوعان اكو في العالم وتعترف فيها تقول ما اكو. وكذلك حل الحدود وحل ما ادري كذا والاسعار الاستراتيجيه والانظمه الفكريه. انظمه الصين ظنت انها تحل مشاكلها، وين ما تفكر 30 سنه وما تفكر. انظمه روسيا اذا كانت تظن انها تحل مشاكل العالم على انظمه ماركس، وين انها ما تفكر. الأمريكيين كانوا يظنون أنهم يتمكنون من حل مشاكل العالم، بينما
فقد يكون لا يتمكن وهو يعترف بأني لا أتمكن. قد يكون لا يتمكن يقول لا إن شاء الله يصير فلان شيء يصير فلان شيء كذا إذا صار كذا إذا صار. الإمام المهدي إنما يظهر فيما إذا اعترفت الحكومات والشعوب بعجزها عن حل مشاكلها. ولهذا في الروايات الموجودة بعدما امتلأت ظلما وجورا، ما يقول بعدما امتلأت كفرا، يقول ظلما وجورا، يعني ماكو بعد منقذ حتى ينقذ الناس عن الظلم والجور عن الانحراف، ماكو معترفون، يأتي الإمام المهدي للإصلاح العام. وهذه الآية المباركة التي ترونها، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، هاي وعد قطعي أيضا، ليستخلفنهم، يقولون إنه تأكيدات متعددة أكو في هذه الآية المباركة، فاستخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ونسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى.